السلام عليكم السي المعطي، وكيف داير؟ لاباس عليك؟ بخير، كي دايرين حوالك؟ ولات الدار؟ ايوا اجي كدير هنا. واحنا الحمد لله السي كبور، كل شي لاباس الحمد لله. واسكت السي كبور. كنا دايزين من هنايا تلاقينا مع واحد السيد جاي من مصر مسكين، تقطع بين حبل هنايا في المغرب، جاي قال لك باغي يدير شي مشروع هنا في المغرب، وحنا كنقلبوا ليه على شي محل كرا، ونقلبوا ليه فين يسكن. اجي بغيت نسولك، ما كتعرف شي واحد باغي يكري شي بيت ولا باغي يكري شي سكينه ولا شي حاجه؟ عندك الزهر السي معطي، كاين واحد بيت عندي خاوي ونيت انا باغي نكري. المهم صيفطوا لي غنتفاهم انا وياه في الثمن، وياك السيد بعدا معقول. على حسابي السي كبور، السيد راه معقول وباغي عايش حتى هو، باغي يسكن عاو واحد الفتره مؤقته وديك الساعه يبدل جهه اخرى. ايوا صافي احنا تفاهمنا، عرفتي دابا اش غدير؟ وسير دابا صيفطوا ليا ما حد هنا في الدار، صافي يلا سير الله يعاونك. وهي اللي ما تعاودش السي كبور، المهم نخليك يلا تنطلقها. والله الا السي كبور تطلع راجل مزيان، وما تصحابوش غادي يدير بحالو كداه، حيت هو ما موالفاش ليه. اجي ياك ما ناوي على شي حاجه اخرى، يعود بالله من الشيطان الرجيم وبلا ما نسيئو الظن فيه. يلا خلينا نمشيو نجيبو السيد قبل ما يتراجع. صباح الخير السي حسن، وكيف عابل؟ لاباس عليك؟ بخير. صباح النور يا السي ماطي، ازيك وازي احوالك؟ اتفضل اجلس. شكرا السي حسن. تشرب حاجة ساعة يا السي ماطي؟ لا شكرا السي حسن، المهم انا جيت باش نبشرك بالخير، راه نقيت لك واحد السكينة مع واحد السيد كنعرفو مزيان، كيقول لي السي كبور، وراه عنده واحد البيت هو مرون شوية ولكن خاصك تقاد واحد شوية. المهم اش دارلك؟ والله يا سي الماطي ما عرفش اقول لك ايه، انت عملت فيا خير ما عملوش فيا اخوي اللي من صلبي ودمي، متشكر قوي متشكر قوي. العفو السي حسن ما بيناتناش، يلا نوض دابا يلا مشوا هاد السيد قبل ما نتعطلوا عليه. طيب دلوقتي تفضل السي حسن. ودي تيجي يتفضل انت الاول. على فكره يا سي الماطي دي بلدكم حلوه قوي قوي، عندكم مدينه كازابلانكا والرباط دي بتجنن، وكمان شوارعها واحيائها وناسها لطاف قوي. وتنتوما السي حسن تنتوما عندكم بلادكم زوينه، عندكم بورسعيد وعندكم شرم الشيخ واسكندريه، كلها بلدان زوينه. احنا قربنا السي حسن قربنا نوصلوا للدار ديال السي كبور. السي حسن هادي هي الدار ديال السي كبور، يلا ندخلوا ندقوا عليه. طيب يتفضل. سي كبور، هو السي كبور. وين عام؟ واش قول؟ وعين عين. اهلا سي معطي، وكيف داير؟ لاباس عليك؟ وعلى السلامة، جبتي معاك هذاك السيد؟ اه راني جبتو، السيد راه معقول كيما قلت لك، ودرويش، وداخل سوق راسو، وتهلا فيه، الصراحة هو راه كيخلص في الوقت، هادشي على ما سمعت عليه. المهم، تهلا في راسك، ونخليك معاه، يلا الله يعاونك، يلا بسلام عليك السي المعطي، ونتلاقاو. على سلامتك يا سي، فكرني بسميتك. اسمي حسن وبينادولي الأسطى حسن. متشرفين السي حسن، تفضل تفضل جلس ارتاح شويه. انا متشكر يا سي كبور، يزيد فضلك. قول لي يا سي حسن، عندك شي وليدات ولا باقي هاد الساعة؟ عندي يا سي كبور، انا مجوز بقالي 10 سنين، عندي احمد وثريا وام احمد،
اللي هي بقى مراتي. تبارك الله تبارك الله، الله يخليهم لك. قول لي، كان عاود لي السي المعطي قال لي بغا دير شي مشروع هنا في المغرب، ومزيان الله يوفقك السي حسن. ايوه ده حقيقي، انا عاوز اعمل عندكم هنا مشروع كبير قوي في المغرب، علشان انتم عندكم مؤهلات صناعيه كبيره قوي قوي. مزيان مزيان السي حسن، الله يبارك الله يبارك، والله الا فرحت لك. مزيان، متشكر قوي يا سي كابور. على فكره في موضوع كده عايز اتكلم معك فيه، لكن بنكسف اقوله. تفضل السي حسن تفضل، غير قول قول. انا ما معيش فلوس دلوقتي، علشان المحفظه اللي كانت معايا انسرقت، سرقها الحرامي. اتسرقات؟ وكيفاش تتسرقات لك وزيدون الحي هنا والدوار عندنا ما فيش شفاره؟ وش نقول لك، حيت على حساب الهضره ديال السي المعطي قال لي غادي يخلصك، وانت دابا كتقول لي ما عندكش فلوس. خلاص لو انت مش عايز اروح اشوف جهه تانية. صافي السي حسن، ما عندك فين غتمشي، اللي عطى الله عطاه، دابا راه انت عندي في داري. المهم غتكون حاصله فلوس خلصني في الشهر ديالي. صافي اتفقنا. انا متشكر يا سي كابور، انا ما معرفش ارد لك الجميل ده ازاي، لكن اتاكد اني لما هفوق زنقتي هرد لك فلوسك زي الملين. صافي ما كاين باس السي حسن. المهم يلا نمشيو نوريو كداك البيت اللي غتسكن فيه. طيب اتفضل. هذا هو البيت السي حسن، المهم راه خصو شويه يتقاد ويلي ناضي. بالعكس يا سي كابور، دي غرفة جميلة أوي أوي، على العموم أنا حنضفها وحرقعها زي الفل. المهم هادشي اللي كاين، يلا نخليك على راحتك، يلا تصبح على خير. وأنت من أهل الخير يا سي كابور، تصبح على خير. أباي لي سي حسن كيكذب عليا. أو السيد ضارب كومبلي وجاي من مصر وباغي يدير مشروع في المغرب وما عندوش باش يخلص الكرة، والعجب هذا. ايه واش غنديرو، غنصبرو هاد الشهر والله يدوز هاد الشهر بخير وعلى خير، ولكن ما خصنيش نسيء الظن به، وربما السيد يكون كيهضر من نيتو وحنا غنشوفو نصبرو. والله تطلع دمدومة هاد السي كبور، واش قالك مصري، واش هذا وجه مصري. بلات عليك السي كبور، الله على راح الله. يلا نمشيو دابا نشوفو هاد المجرى لا شنو فيه. الله الله، لقاو فيه شي دهيبات ولا شي فلوس؟ الله، والمجرى ما فيه والو. شوفو هاداك المريق، لقاو فيه شي حاجة؟ الله، واو، أخيرا لقيت فلوس. أو ساك عامر، يا نمك الخية. المهم كيفاش غندير حتى غنخرج من هاد البيت هذا؟ المهم غد الصباح ان شاء الله نوضو بكري ونمشيو نسلتو. سي حسن، واش سي حسن؟ ما نوض راه فات الوقت، نوض سي حسن. واش سي حسن؟ وتنوض راه فات الوقت. تدا مالو ما كيجوش، عاين ندخل نشوفو مالو. واه يا ناري، شكل البيت مرون، هو فين هو ولد الحرام؟ او والمجر محلول. الله يا ربي، نسيت واحد الصاك فيه فلوسي. الله 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 الله، ولد الحرام دايره بيا. ديري ديري، غنمشي نديكلاري قبل، نديكلاري بيه قبل ما يسلت. الله يا ربي الله. اهلا سي كبور، كيف داير؟ لاباس عليك؟ اش جابك عندنا هنايا؟ واش غنقول لك السي الكوميسير، القضيه ما فيها ما يتعاود، ونعاودها لك بحال الغرافه. هذا واحد السيد
جا من مصر، قال لك باغي يدير واحد المشروع هنا في المغرب. يا ديك مشيت عاد تلاقيت مع جاري المعطي، هو يعاود لي على داك السيد، قال لي راه كيقلب على شي دويره الكرا. يا ديك انا قلت لي راه كاين واحد البيت لا بغى يكري مؤقتا. يا ديك جابوا لعندي تفاهمنا صافي، لغايه الصباح اللحظه اللي غادي ندق عليه في البيت تفكرت انه واحد الفلوس خليتهم فواحد الساك في البيت، جيت دقيت عليه بقيت ما ندق 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 ما لقيت لا هو لا فلوس، ود الحرام شفرني ومشى وهرب. اجي تقدر تقول لي الاوصاف ديالو كي داير؟ يا سي كوميسير راهو قصاور شويه وعنده موستاش طويل وقرا شي شويه ولابس كومبلي وقال راه عرفتو. المهم على كل حال انا غنجيب لك شي وحدين شديناهم باش تاكد انت بنفسك وتوريه لينا. صافي سي كبور. واخا سي الكوميسير. وهذا سي الكوميسير وهذا الله ياخذ فيك حق، ود الحرام شفرني، هذا هو اللي شفرني هو هذا. نتوما ما تستاهلوش الخير، ما تستاهلوش بنادم يدير فيكم خير، الله ياخذ فيك الحق. صافي غير تهدن السي كبور تهدن. ونزيدك واحد الحاجه، هاد السيد اللي كتقول عليه مصري راه ماشي مصري، راه مبحوث عندنا واحد المده وحنا كنقلبوا عليه، هو راه كيدخل الديور يشفرهم ويهرب، وجات اللحظه اللي شدينا فيه. ايوا ود الحرام، وقال لي انا مصري، وزيدون قال لي انا باغي ندير مشروع كبير، وكملها وجملها المعطي قال لي راجل معقول. والصراحة هاد بنادم مخصوش يدير فيه الثقة كاع. وفلوس يا سي كوميسير خديتهم من عنده؟ أكون هاني يا سي كبور، فلوسك في الحفظ والصون، ومرة أخرى مبقاش تثق في منوالة. المهم يلا سير محالكم دابا وسير الله يهنيك. واش غنقول لك السيد كوميسير، الله يخليك لينا ويخلي لينا الأمن.